يلا بينا كالعادة بنحب نبدأ يومنا معاكم بحالة الطقس وأخبار الجو. إيه النهاردة عايزة أقول لكم وأنا جاية يمكن في بعض المناطق للي كانوا نازلين النهاردة بدري كده زينا كان في مطرة، يعني كان في مش مطرة بمعنى المطرة ولكن كانت السماء بتمطر كده على خفيف على الدائري كمان تحديدا، فخلاص يعني بدأنا ندخل في أجواء الشتاء خصوصا مع بداية الفصل الدراسي رسميا النهاردة في كل المحافظات. طيب تعالوا نقول لكم درجات الحرارة بالتفصيل النهاردة، وبيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء وتتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، بيصاحبها سقوط أمطار خفيفة فعلا متفرقة، يعني على مناطق متفرقة بحيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. تعالوا بقى نشوف درجات الحرارة مع بعض كده بالتفصيل. القاهرة النهاردة سجلت 31-23، الإسكندرية 29-22، الإسماعيلية 33-23، الغردقة النهاردة 38-27، والمنيا 33-21، سوهاج 39-23، أسوان 43-29. تعالوا كمان نشوف درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في بعض من المدن والعواصم العربية والعالمية، ونبدأ مع بعض بالرياض اللي سجلت 38-24، أبو ظبي 36-31، أنقرة النهاردة 17-13، لندن 23-16، واشنطن 27-16، باريس 27-13، وأخيرا بكين 27-12.